بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة الدمام، عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، برنامج إدارة الأعمال، مقرر سلاسل الإمداد والتوريد، المستوى الخامس لطلاب التعليم عن بعد. أهلا ومرحبا بكم أعزائي وأخواني وأخواتي طلاب وطالبات المستوى الخامس في نظام التعليم عن بعد. نبدأ اليوم بإذن الله في أولى محاضراتنا للمراجعة، وسيكون نظامنا بإذن الله في المراجعة، سوف أقوم بمراجعة الفصل مع حضراتكم، وكما وعدتكم فسوف أقوم بحل جميع الأسئلة السابق رفعها على للاختبارات واختبار الميدتيرم تحديدا، وكان هناك 4 واجبات منهم 3 بأسئلة، كل منهم 10 أسئلة، 30 سؤال زائد 60 كانوا مرفوعين في الميدترم، يبقى ادي 90 فقرة. ان شاء الله سوف اتناول معكم حوالي 120 سؤال حتى تكون شاملة للمقرر، ولكن في الاول احب ان انوه انه سوف تشمل هذه الفقرات، هذه الأسئلة، جميع فصول الاختبار، جميع فصول المقررة لديكم، جميع الفصول التي تناولناها بالشرح، ولكن هذا ليس شرطا أن تكون الاختبار بالكامل من تلك الأسئلة، ولكن سيكون منها نسبة مقبولة جدا من الأسئلة التي سوف توضع في الاختبار ترتبط بالأسئلة الموجودة لديكم إن شاء الله، بمعنى أن الاختبار 70 فقرة تقريبا، 70 فقرة، 70 فقرة هيبقى منهم نسبة كويسة جدا من الأسئلة اللي أنا هعرضها على حضراتكم في أسئلة المراجعة. كما وعدتكم سوف تكون الأسئلة سوف أرفعها كمان على البلاك بورد بعد انتهاء المحاضرات بإجابتها الصحيحة، بحيث ان هي تكون الامور واضحه للجميع، لجميع الطلاب، لجميع الطالبات، لان في تواصل باستمرار بيني وبينكم من خلال بعض الزملاء او الزميلات اللي بيطلبوني او بينقلوا لي صوره لبعض الامور اللي قد تكون فيها مشكله، او رغباتكم، احتياجاتكم بالنسبه لمقررنا سلاسل الامداد والتوريد. هنبدأ بالفصل الأول، وهو المجموعة الأولى أو الجزء الأول الذي ضمننا فيه الفصل الأول والثالث، ولكن يعني موضوع الترتيب ده مش أمر يهمكم، اللي يهمكم ما يتم عرضه بالباوربوينت أو بالسلايدز وما أقوم بشرحه خلال المحاضرات. توكلنا على الله، نبدأ في الفصل الأول أو الجزء الأول، والجزء الأول كان بعنوان سلاسل التوريد. تكون هذا الجزء من 10 نقاط سوف نتناولها الآن. أولهم تعريف سلسلة التوريد، سلسلة التوريد وسلسلة القيمة وسلسلة الطلب والفرق ما بينهم، تعريف إدارة سلسلة التوريد، أهمية وفائدة إدارة سلسلة التوريد، المبادئ 7 لإدارة سلسلة التوريد، ثم أدوات إدارة سلسلة التوريد الإلكترونية، الشروط الأساسية لإدارة سلسلة التوريد، عناصر إدارة سلسلة التوريد، ثم الحلول الممكنة لإدارة سلسلة التوريد، ومحفظة العلاقات بين المنظمة والموردين. والجزء ده كان فيه عندكم حوالي 6 أسئلة بس في المحفظة. طيب نشوف اللي جاي بعد كده. أولا تعريف سلسلة التوريد.
قلنا أن سلسلة التوريد تعتبر ارتباط ما بين مجموعة من المنظمات بتمشي بشكل متتابع بتتضمن بعض التسهيلات الوظائف الأنشطة اللي بتقوم بها المنظمات دي، بحيث ان تلك التسهيلات والوظائف والأنشطة تدخل ضمن عمليات الإنتاج وعمليات توريد أو تسليم المنتج للمستهلك في النهاية. دائما ما تبدأ من عند المورد الرئيسي للمادة الخام وتمتد طول السلسلة حتى خروج منتج نهائي يصل إلى يد العميل النهائي نفسه. تكلمنا على تسهيلات، تكلمنا على وظائف وأنشطة دلوقتي في التعريف، فنحب نميز ما بين التسهيلات والأنشطة والوظائف. فهنلاقي أن التسهيلات كلها أماكن زي المخازن، المصانع، مراكز التوزيع، مراكز توزيع المكاتب أو التجارة، التوكيلات، كل ده. أما بالنسبة للوظائف والأنشطة تتضمن فعل شغل، وظيفة هقوم بيها أو شغلانة هقوم بيها، فلذلك فهي تتضمن التنبؤ، تتضمن الشراء، تتضمن إدارة المخزون، إدارة المعلومات، تأكيد الجودة، إدارة الجدولة نفسها، إدارة الإنتاج، عملية التوزيع والتسليم، وفي النهاية خدمة العميل. ده شكل من الأشكال اللي كان بيوضح شكل سلسلة التوريد بشكل مبسط، ودي سلسلة التوريد اللي الثلاث سلاسل التوريد اللي كنا اتكلمنا عليهم قبل كده في محاضرتهم. بعد كده بنذكر هنا تعريف آخر من تعريف سلسلة التوريد يؤخذ في الاعتبار بعد إذن حضراتكم، وده تعريف آخر وهي حلقة الوصل للموارد والعمليات. ثم بعد كده نيجي عند مما تتكون إدارة سلسلة التوريد أو سلسلة التوريد نفسها. تتكون سلسلة التوريد من على الأقل من ثلاث أجزاء أو ثلاث عناصر أو ثلاث منظمات على الأقل. ثلاث منظمات على الأقل، وده ما يهمنا بالنسبة لنا، ده الجزء المهم بالنسبة لنا. منظمة هتشمل الجزء الأول اللي هي عملية التوريد، والمنظمة الثانية هتتضمن عملية الإنتاج، ثم المنظمة الثالثة هتقوم بدور أو وظيفة الإمداد اللي هو بيبدأ من خروج المنتج من المصنع وحتى وصوله إلى يد المستهلك. دي نقطة مهمة جدا، فلذلك احنا بنقول هنا إن عملية الإمداد، سلسلة التوريد كلها على بعضها بتاخد شكل نوع من التدفق المادة الخام أو السلع النصف مصنعة أو المصنعة أو إلى آخره. ده تدفق، هذا التدفق قد يكون أو قد يأخذ شكلين، قد يكون تدفق صاعد وقد يكون تدفق هابط. أميزوا ما بينهم بعد إذن حضراتكم. التدفق الصاعد من الموارد لغاية عند المؤسسة أو الشركة اللي تقوم بالإنتاج، أما التدفق الهابط بعد ما تم الإنتاج وخروج المنتج من المصدر، من المصنع، من الشركة نفسها اللي أنتجت، حتى وصوله للعميل النهائي. نيجي بعد كده لثانيا سلسلة التوريد وسلسلة القيمة وسلسلة الطلب. في تعريفات مختلفة ليهم، خطوهم في اعتباركم، خدوا بالكم منهم والفروق بينهم، وازاي هيكون السؤال ده بقى واحنا بنستعرض مع حضراتكم الأسئلة أو العبارات مع الفقرات. سلاسل التوريد، أحيانا ممكن أستخدم لكلمة سلسلة التوريد لفظ بديل وهو سلسلة القيمة، الـ value chain،
ليه؟ لأن المصطلح بتاع سلسلة التوريد أو سلسلة القيمة بيعكس قصة أو شكل أو مفهوم القيمة المضافة، أي القيمة التي تضاف للمنتجات من خلال تطور شكلها. يعني كانت الأول، وبالذات نرجع للمثال اللي كنا شرحناه الخاص بالدقيق أو بالطحين، الطحين ده ليس هو المنتج النهائي أو البدائي، بالعكس بتبدأ بقمح يتم حصده في الحقول، يتم توريده حتى للمطاحن، المطاحن بتقوم بطحنه وبعد كده هي توزعه كطحين أو كدقيق، ثم بعد كده بيبدأ ان هو يباع في أماكن التسوق بالنسبة لنا ان احنا نشتريه كمنتج نهائي ونستخدمه في المنازل، أو ان هو يتم تحويله أو بيعه لتجار آسف للمخابز عشان أو مصانع الخبز الخبز إن هي تقوم بعملية تصنيع الخبز أو المعجنات أو إلى آخره. فمعنى كده إن هو من مرحلة لمرحلة بتزيد قيمته. طن القمح لسعر، لما يبقى طن طحين بيبقى لسعر تاني، وما يبقى خبز بيبقى ليه سعر آخر، فالقيمة بتزيد. على هذا الأساس بنقول إن هو بيحدث قيمة مضافة أو بيعمل نوع من إضافة قيمة للمنتج بتاعه. ده معنى سلسلة القيمة. بعد كده في، وده هي المثال هو واضح جدا بتاع القمح، بعد كده هندخل على معنى سلسلة القيمة نفسها وقلنا تفصيل ليها، ثم بعد كده نقدر نقول ان سلسلة القيمة عملية تجميع لمنظمات اعمال منفصلة، طبعا شركات مختلفة بتقوم بادوار مختلفة ولكنها تتضمن او تشمل او ترتبط ببعض داخل سلسلة التوريد نفسها. و السلسلة بتاعت القيمة دي بتتكون من عنصرين، عنصر التوريد وعنصر الطلب. سلسلة القيمة بتتضمن عنصرين، عنصر التوريد وعنصر الطلب. عنصر التوريد بيبدأ من بداية سلسلة الإمداد نفسها والتوريد، وينتهي مع العمليات اللي بتدخل جوه المنظمة. هبدأ بالإنتاج، خلاص هبدأ في الإنتاج. أما العنصر الثاني فهو عنصر الطلب، وده بيبدأ من النقطة اللي بتكون المنظمة أو المصنع أو الشركة المنتجة قد قامت بعملية إنتاج المنتج النهائي بتاعها وهيخرج عشان نسلمه للعميل، هيمر بمراحل وسلاسل ولكن في النهاية بينتهي عند مين؟ بينتهي عند العميل نفسه أو العميل ذاته. وادي شكل من أشكال سلسلة القيمة أو الفاليو تشين والسبلاي تشين والمقارنة بينهم والعلاقة بينهم. أما في الآخر فسلسلة الطلب أو التعريف الثالث اللي هو سلسلة الطلب، فيعتبر بالنسبة لنا ما يخص جزء المبيعات، ما يخص عملية التوزيع، ما يخص عملية التسويق، وده لابد أن يكون هناك تنسيق بينه وبين بين الأطراف المختلفة المشاركة في السلسلة حتى يتم البيع بشكل مناسب أو توصيل الخدمة بشكل مناسب للمستهلك. ثالثا، إيه هو بقى تعريفنا لإدارة سلسلة التوريد وليس سلسلة التوريد؟ سلسلة التوريد اللي كنا بنتكلم عليها في أولا. أما في ثانيا كلمنا على سلسلة القيمة وسلسلة الطلب، أما في ثالثة فبنتكلم على تعريف إدارة سلسلة التوريد. إدارة سلسلة التوريد حلقة هتبدأ وتنتهي مع العميل، خلي بالك هي دي الوحيدة اللي بنتكلم فيها في أنها تبدأ وتنتهي من عند العميل، لأن حضرتك بتدور في الأول على ما هي حاجات ورغبات العميل وبعدين تروح تمتكها وتوزعها عنده، يعني تبيعها له، يبقى هي بدأت من عنده لما كنت بتدور على هو عايز إيه وانتهت عنده لما أنت بتبيع له المنتج بتاعك في النهاية.
عموما سلسلة التوريد دائما ما هي مزيج ما بين العلم والفن، وبتشمل ثلاث عناصر: قوة، مستوى مرتفع من الالتزام بتاع الشركة انها تقدم منتج ذو جودة معينة. العنصر الثاني تكامل، ان هناك نوع من التكامل ما بين الادارات المختلفة: ادارة الانتاج، ادارة التوظيف، ادارة المشتريات، ادارة المخازن، ادارة المالية، كل الادارات دي بتتكامل. ثم العنصر الثالث هو العمليات الفعالة اللازمة لتحقيق الهدف، وده تفصيل دي الثلاثة. عموما مصطلح الادارة في سلسلة التوريد ده بيدل او بيحاول ان هو يشير لنا على الأبعاد الإدارية المختلفة اللي بتشملها سلسلة التوريد، زي التخطيط والتنظيم والرقابة بتاعة أنشطة سلسلة التوريد. على هذا الأساس نقدر نقول أن إدارة سلسلة التوريد هي وجود تكامل أوتوماتيكي لعملية الطلب بداية من عند العملاء لغاية المورد، ومن المورد تاني توصل لغاية المنتج، ومن المنتج توصل للعميل تاني، وده لا يتم إلا من خلال تقدير وتخطيط موارد المنشأة. إجمالا مصطلح إدارة التوريد بيعتمد على مفهوم إدارة النظم، يحاول إن هو يحقق أمثالية. الأمثالية دي بتاعت أو الأمثالية في عناصر التكاليف بتاعت المواد، بتاعت الجودة، بتاعت الخدمة، وده بيتم من خلال إنجاز بعض المهام زي شراء، تخزين، نقل، جودة، والتوزيع بتاع الموارد بتاعتي. في النهاية بخلص الأول إن إحنا ممكن نعرف إدارة سلسلة التوريد على إنها، والتعريف أمام حضراتكم عبارة عن تطور مستمر لفلسفة الإدارة، اللي هي بتحاول ان هي توحد القدرات بتاعة الانتاج اللي داخل المؤسسة، وكمان بتحاول ان هي توظف الموارد بتاعتها والوظائف بتاعة الاعمال بتاعتها، بحيث ان هي سواء كانت هذه الاعمال او الوظائف او الموارد موجودة داخل او خارج الشركة، بحيث ان هي تتزامن في امكانية تدفق المنتجات بتاعة الشركة للعميل بتاعها. هل مهم جدا أو هل إدارة سلسلة التوريد مهمة؟ هل ليها فوائد؟ الأمثلية، تحقيق رغبات العملاء، وتحقيق رغبات العملاء هيخليك تحقق زيادة في الربحية، هيخليك تصل إلى كفاءة مثلى في الإنتاج وفي إدارة العملية الإنتاجية بتاعتك. طيب ايه بقى الامثالية اللي انت بتكلمنا عليها، او ايه دورها، او هي مهمة ليه؟ الامثالية بتخليك تحسن اداء سلسلة التوريد. المثالية او الامثالية او الاوبتمايزيشن بتساعد في عدة مجالات. الاوبتمايزيشن بيساعد على تخفيض تكلفة التوريد، على تحسين الربح الحدي للمنتج. احنا الكلام ده كنا شرحناه قبل كده، انا بس براجع مع حضراتكم مش للشرح التفصيلي ولكن ببساطة عشان افكركم. هخفض تكلفة الحصول على المواد اللي أنا بشتغل بيها، اللي هي تخفيض تكلفة التوريد. ثم بعد كده تحسين الربح الحدي للمنتج. أنا الربح الحدي بتاع المنتج الوحدة الواحدة لما أنا بحصل على مواد إنتاجية أنتج بيها بسعر أقل من الأول، يبقى أنا تكلفة الإنتاج بتاعتي بتقل. معنى كده أن الربح الحدي بتاعي هيزيد. إزاي هيزيد؟ لو أنت مثلا كنت بتتكلف 7 ريال عشان تنتج وبتبيع ب10، فربحك 3 ريال. طب انت بدأت تحصل على مادة خام ارخص ومواد مصادرها اقل، فسعرها بقى مثلا 6 ريال، بقت تكلفتك 6 ريال. فاذا كانت تكلفتك 6 ريال فعليك ان انت تحسب برضو تاني، انت بتبيع ب10، 10 ناقص 6 ب4 ريال، ب4 ريال الفرق. اوكي، يبقى كده بيحسن من الربح الحدي. الربح الحدي اللي هو ربح الوحدة اللي كان ب3 ريال ربح، ثم بقى ب4 دلوقتي لما انخفض التكلفة. كمان الأمثالية بتحاول تساعدني في زيادة كفاءة التصنيع بتاعة الشركة، من أول دخول المواد الخام حتى خروج المنتج النهائي، اللي هي كل المستويات. بتدي عائد أفضل، بتدي عائد أعلى على الأصول. كل ما بتستثمر في أصولك كل ما بيكون العائد عندك أكبر.
إدارة سلسلة التوريد لها بمجموعة من الفوائد الأولية. كل الفوائد دي بترتبط بالعملاء، بالتكلفة، بالقيمة السوقية، بالتكلفة الرأسمالية، وبالوفرات الرأسمالية. ده تفصيل لواحدة واحدة فيهم. العملاء دول هم أهم شيء بالنسبة لنا كأي مؤسسة إنتاجية، ولذلك بتحاول أي مؤسسة إن هي ترضي العملاء وتستحوذ عليهم بشكل مناسب، وده عن من خلال إن هي بتبقى عايزة تعرف هم عايزين إيه، رغباتهم، وإمتى وفين، أوصل لهم إزاي، اللي هي كشف الحاجات والرغبات بتاعت المستهلك. بعد كده النوع الثاني او البلاند الثاني هو التكلفه، بحيث ان هتلاقي ان سلسله التوريد بتخفض لك من تكاليفك. رقم ثلاثة القيمه السوقيه، اداره سلسله التوريد النموذجيه بتزيد من القيمه السوقيه للاسهم بتاعت الشركه، مما يزيد من قيمتها في السوق وبيزود من الربحيه بتاعتها. كمان التكاليف الرأسماليه بتنخفض في التوزيع المثالي لإدارة سلسله التوريد المثاليه، وكمان هي بتحقق نوع من الوفر الرأسمالي من خلال تخفيض التكاليف. هتلاقي ان رأس المال العامل بتاعك بتعظم قيمته، والعائد او المردود عليه بيبقى اعلى. هناك كانت فوائد أولية، وهنا فوائد إدارة سلسلة التوريد. يعني في فرق ما بين الفوائد الأولية وفوائد سلسلة إدارة سلسلة التوريد. واحد، العمل بصورة أسرع وأكثر كفاءة من خلال التوزيع السريع للوثائق، أدي أول فائدة. الفائدة الثانية اتخاذ قرارات بصورة سريعة وتخفيض الوقت اللازم للوصول للسوق. ثلاثة، تعتبر شكل من أشكال تجارة الشركاء. أربعة، تحقق الاتصال بصورة أفضل. خمسة، تعمل على تقوية العلاقات مع العملاء. كنا هنا بنتكلم على الفوائد، هنا الأهمية، أهمية إدارة سلسلة التوريد. ثلاثة سلايد الأخيرة دول فيهم مشكلة، إن أنتم ممكن يبقى عندي خلط أو نسيان في الأمور دي شوية، فلذلك عايزكم تركزوا فيهم شوية بعد إذن حضراتكم. يعتبر من الأسباب اللي بتدعو إلى ضرورة تبني منهج إدارة سلسلة التوريد بعض الأسباب أو بعض المشاكل، زي نبقى محتاجين نحسن العمليات بتاعتنا، العمليات التشغيلية بتاعت المنتجات بتاعتي، أرفع من مستويات الشراء الخارجي بتاعي، أخفض تكاليف النقل، أحاول أعمل زيادة للإنتاجية بتاعتي. التجارة الإلكترونية دلوقتي بقى ليها أهمية عالية وزادت الأهمية بتاعتها، ف تطبيق السلاسل الامداد بيرتبط بالتجاره الالكترونيه على فكره، بيرتبط بالانترنت، وزي ما احنا سبق قبل كده قلنا ان هناك كمان دلوقتي اصبح العديد والعديد من السوفت ويرز اللي بتعمل في هذا المجال. زياده ضغوط المنافسه واتساع مدى العولمه، تعقيد سلاسل التوريد، كل دي من الاسباب اللي بتدعو لان احنا ناخد في حسابنا او نحاول نصل الى الامثاليه في اداره سلسله التوريد بتاعتي. هناك سبعة مبادئ لإدارة سلسلة التوريد. المبادئ السبعة في النهاية مجتمعة، تزيد من إيراداتك، بتساعدك في أن تتحقق مراقبة أفضل للتكلفة، استخدام أفضل للأصول، رضا العميل، نمو الربحية بتاعت الشركة. تعالوا نشوف السبع مبادئ دول. المبدأ الأول هو تقسيم العملاء إلى مجموعات متميزة اعتمادا على حاجاتهم للخدمة وتطوير سلسلة التوريد لخدمة هذه الشرائح المربحة. أنا أعتقد الأفضل بدل ما نقرأ السبع مبادئ مبدأ لا نتكلم فيه في السلايد بتاعه، أسرع أفضل وتوضيح بسرعة وليس بإطالة، علشان برضو وقتنا يسمح لنا بأن احنا نحل التمارين بتاعة أو الأسئلة بتاعة هذا الجزء. المبدأ الأولاني هو تقسيم العملاء إلى مجموعات متميزة. يعني أنا أما أجي أقسم أو أعمل تقسيم للعملاء اللي في السوق، ممكن أقسم السوق لشرايح حسب قدر ربحيتي منهم،
ويبقى عندي عدة شرايح بتعامل معاها وانا عارف طلبات كل شريحة وارباحي منها قد ايه وبحسب ربحيتي وما بيدخل لي من دخلي ممكن ان انا اتعامل او احقق لهم حاجاتهم وراء مغاباتهم. المبدأ الثاني هو اعداد شبكة نظم الامداد وفقا لاحتياجات الخدمة ووفقا لربحية شرائح العملاء. اعداد شبكة نظم الامداد وفقا لاحتياجات الخدمة يعني ترتيب وتنظيم شبكة الامداد او التصميم بتاع شبكة الامداد يجب ان يقوم بخدمة ما انشأت من اجله السلسلة بتاعت الامداد عشان اقدر ان انا احقق اعلى ربحية ممكنة من خلال السلسلة الامداد بتاعتي. المبدأ الثالث إدراك إشارات السوق وتخطيط الطلب بصورة متطابقة عبر سلسلة التوريد، وده عشان أحقق تنبؤ دقيق وتخصيص أمثل للموارد بتاعتي. التنبؤ بيعتمد على سلسلة زمنية، وكل قسم من الأقسام بيعمل نوع من التنبؤ، ولكن يفترض أن يكون التنبؤ تنبؤ شامل للمؤسسة بالكامل عشان أعمل نوع من التميز في سلسلة التوريد. فلابد أن أنا أعمل عملية تخطيط من خلال الإدارات الوظيفية. يعني إيه الإدارات الوظيفية؟ من خلال إدارة الإنتاج اللي بتقوم بوظائف، يعني الإدارات اللي بتقوم بوظائف إدارة الإنتاج، إدارة التسويق، إدارة وهكذا. وده اعتمادا دائما على البرامج الجاهزة المخصصة لذلك. بعد كده المبدأ الرابع هو تحقيق التميز في المنتج بصورة كاملة للعميل والتحول السريع عبر سلسلة التوريد. يعني ان انا لما باجي اقدم منتج لابد ان اقدم منتج مميز، منتج ذو مستوى جودة عالية عشان اريح العميل بتاعي واخلي العميل بتاعي دائما الطلب علي دون الخروج من السوق. المبدأ الخامس هو إدارة مصدر السلسلة بصورة استراتيجية لتخفيض التكلفة الكلية للمواد والخدمات. إدارة مصدر السلسلة بصورة استراتيجية لتخفيض التكلفة الكلية للمواد والخدمات بمعناته إن إحنا يكون عملية التخطيط لمدى طويل. مش فاهم؟ لا، يعني علاقتنا داخل سلسلة التوريد، داخل سلسلة الإمداد والتوريد بتاعتي تكون علاقات مميزة ولفترات زمنية طويلة، بحيث ان انت ما تفكرش تدور على مورد، او ما تفكرش تدور على مصدر ليك، او ما تفكرش تدور على واحد هيقوم بتوزيع منتجك. لا خلاص، انا متفق ولفترات زمنية طويلة. عشان كده بنقول تخطيط استراتيجي، استراتيجية محددة. ده لو انت بتدور على دول مورد ومصدر وعملية وموزع، كل شوية بتدور على واحد جديد، كل شوية بتدور على واحد جديد، دي مشكلة وبتكلفك كتير. انما لما انت بتستقر، لما انت بتكون متفق وهناك تعاقدات رسمية لفترات زمنية معينة، ما بتكلفكش كتير. تخفيض، بتعمل على تخفيض التكلفة بتاعتك، وده اللي هو ما يقصد به من المبدأ الخامس. مبدأ قبل الأخير اللي هو المبدأ السادس، تطوير سلسلة التوريد باستراتيجية التوسع التكنولوجي. تعتمد تكنولوجيا أو تزيد من اعتماد على التكنولوجيا في كل العمليات، بداية من أول بداية سلسلة التوريد وحتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك. المبدأ السابع هو تبني قناة. القناة دي بتعتمد على مقاييس للأداء ومقاييس الأداء عشان نعرف إحنا قدرنا نوصل أو بنوصل للي إحنا عايزينه بالشكل المناسب ولا لأ. و المقاييس دي بتشمل ناحيتين، أولا قياس مستوى الخدمة، وبعدين نبدأ بقى في نمرة 2 نلاقي إن المدير بتاع سلسلة التوريد هو اللي يحدد الربحية أو يحدد التكلفة. سادسا، إدارة سلسلة التوريد أو أدوات إدارة سلسلة التوريد الإلكترونية. دي اللي فيها البرامج الجاهزة الخاصة بسلاسل التوريد يا أخوانا.
في أدوات بتعتمد عليها المنظمة لتسهيل درس سلسلة التوريد، ومن ضمن الأدوات الرئيسية واحد شبكة المعلومات الدولية، اثنين التبادل الإلكتروني، وثلاثة البرامج المستخدمة في درس سلسلة التوريد الإلكترونية. تعالوا نتفاهم. واحد، شبكة المعلومات الدولية. شبكة المعلومات الدولية أو الإنترنت، يعتبر إحنا ظهرت الإنترنت في بداية 95 بالنسبة للجمهور، ووصلت لنا في المنطقة العربية تقريبا سنة 97، وبدأت تدخل في المعاملات التجارية 97 تحديدا. إدارة سلسلة التوريد من خلال المعلومات وتواصل المعلومات وتبادل المعلومات ما بين شركاء السلسلة مهم جدا، وده بيمثله لنا الشكل ده، ان النهاردة الانترنت اصبحت من اهم العناصر، من اهم التكنولوجيات الموجودة في حياتنا، بحيث ان انت تستطيع، بص هنا حتى كلمة in 60 seconds، انت ممكن تعمل كل ده وتعمل اي حاجة من دي في مجرد دقيقة واحدة. نمرة 2، التبادل الالكتروني للبيانات. احنا بنقول من الضروري جدا يكون هناك نوع من التبادل الالكتروني للبيانات ما بين افراد او ما بين منظمات سلسلة التوريد، بحيث ان كل منظمة من منظمات سلسلة التوريد يكون عندها ولديها القدرة الدخول على جميع البيانات الخاصة بسلسلة التوريد عند الزملاء او عند المشاركين في تلك السلسلة، بحيث ان انا كمورد اعرف احتياجاتك امتى، معدلات السحب عندك امتى، المواد الخام اللي انت بتحتاجها، مستويات الاحتياج، كل ده وابعته لك مباشرة دون ان تطلب، باعتبار ان هناك تعاقدات رسمية بيني وبينك. ده عشان كده بقول ان هو ده بيخفض من التكلفة. مدخل الاعمال الالكترونية او الاعتماد على العمل الالكتروني او التبادل الالكتروني للبيانات والمعلومات بيؤدي الى استخدام افضل الاصول، بيؤدي الى وصول اسرع للسوق، بيؤدي الى تخفيض في الوقت الكلي لانجاز الامر، وكمان العميل بيستجيب بشكل اكبر بالنسبة لنا. وده شكل من اشكال التبادل الالكتروني. رقم 3، البرامج المستخدمة في إدارة سلسلة التوريد الإلكترونية. البرامج الجاهزة اللي نقصدها تعتمد عادة سلاسل الإمداد والتوريد حاليا الحديثة على العديد والعديد من برامج الإلكترونية أو من البرامج الجاهزة اللي بتساعد في تنفيذ وفي تخطيط سلسلة التوريد. فإحنا هنتعامل مع نوعين من البرامج، البرامج اللي بترتبط بتخطيط سلسلة التوريد والبرامج اللي ترتبط بتنفيذ سلسلة التوريد. تعالوا هنا أولا بالنسبة لبرامج تخطيط سلسلة التوريد. برامج تخطيط سلسلة التوريد بتعتمد على اللوغاريتم، بتعتمد على الرياضة، بتعتمد على الإحصاء، عشان تساعدك في ان انت تحسن كفاءة سلسلة التوريد، عشان تساعدك في ان انت تخفض المخزون الى أدنى حد ممكن. وبعض المنظمات النهاردة بدأت مش تعتمد على مجرد ان هي بتعتمد على برنامج جاهز واحد، بل العديد والعديد من البرامج المتخصصة الفرعية كمان اللي بتشتغل في حتة صغيرة كمان، مش بتشتغل بتخدم سلسلة كاملة، لا بتشتغل بتخدم في عدة مناحي او عدة اجزاء، وهنشوفهم دلوقتي. اولا البرامج بتاعة تخطيط الاحتياجات من المواد، وتخطيط الاحتياجات من الموارد، وتخطيط الاحتياجات من التوزيع. دول ثلاث أنواع من المواد الخام، آسف، البرامج الجاهزة اللي بنعتمد عليها. برامج تخطيط الاحتياجات من المواد ترتبط بالإنجاز السريع للطلب، وبتحاول أنها تحقق قيمة مضافة للشركة وللعميل النهائي. أما برامج تخطيط الموارد بتاعة المنشأة بتحاول تعظم العوائد المحققة من استخدامي للأصول بتاعتي. أما برامج تخطيط الاحتياجات من التوزيع ده بتحاول ان هي تعمل عملية ادارة للمخزون بتاعي، تخطط التوزيع بتاعي فيما بعد الانتاج، وهكذا للوصول للمستهلك النهائي. النوع الثاني من هذه البرامج هو برامج التنفيذ. برامج التنفيذ دي بترتبط بمجموعة البرامج الجاهزة اللي بتقوم بعملية التنفيذ. احنا خططنا في الجزء الاولاني من البرامج، النوع الثاني من البرامج هي اللي هينفذ لي العملية، الخطوات الاجرائية بما فيها كل سلاسل المكونات المختلفة لإدارة سلسلة التوريد.
وده بعض من الأشكال بتاعة البرامج الجاهزة حتى هنا معتمد على إكسل. الشروط الأساسية لإدارة سلسلة التوريد، هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في إدارة سلسلة التوريد. يجب أن تركز استراتيجيات إدارة سلسلة التوريد على علاقات الأعمال والتي تتصف بما يلي. هذه الاستراتيجيات تتصف بما يلي: تكون استراتيجيات طويلة الأجل، استراتيجيات تعتمد على التعاون، استراتيجيات تعتمد على أنها بتحاول تثبت أن نظام السبلاي تشين أو سلسلة التوريد نظام مفتوح، بتحاول تعمل نوع من التوفيق ما بين المورد ومن العميل بحيث ان هو تنتهي العداوة اللي بينهم المستمرة اللي بينهم الدائمة، بتحاول تحقق الهدف النهائي بتاع السلسلة. كمان يجب ان يتوفر بعض الشروط عشان إدارة سلسلة التوريد تعمل بشكل كفء وفعال. هذه الشروط هي ان يكون العميل راضي، الاحتفاظ بالحد الأدنى من المخزون، أن يكون هناك مرونة في التخطيط وفي الإجراءات، رضا العميل، نتيجة نهائية مرغوبة، المخزون يجب أن يكون عند أقل حدوده، وده هنبقى نوصل له في المراجعات لما نوصل للفصل 11 اللي هو في الكمية الاقتصادية، والمرونة بتاعتنا أن احنا قدرتنا على الاستجابة للتغيرات البيئية اللي بتحصل تكون عالية. نيجي لثامنا عناصر إدارة سلسلة التوريد. عناصر إدارة سلسلة التوريد لها 5 عناصر: خطة، المصدر، الصنع أو المصنع نفسه، التسليم، ثم المردودات. تعالوا نتناولهم بسرعة. الخطة الجزء الأساسي، الجزء الاستراتيجي في إدارة سلسلة التوريد، والنصيب الأكبر من التخطيط دائما ما بيكون مصفوف أو ما بيكون منصوب أو يعني مركز على تطوير مصفوفة رقابة وتوجيه سلسلة التوريد. وهناك بعض العناصر التفصيلية لهذه الخطة اللي هم العملاء والتنبؤ. بالنسبة للمصدر، يعني المصدر اللي هجيب منه المواد اللي انا هشتغل بيها، يعني كيف يتم اختيار الموردين اللازمين لتوصيل المنتجات والخدمات بتاعتي. وده بيشمل برضو بعض العناصر الفرعية زي المخزون والتقييم. بالنسبة لتلاتة، الصنع او المصنع، ده الخطوة بتاعت عملية التصنيع وجدولة انشطة الانتاج والاختبار والتعبئة والاعداد للتسليم. وده برضو بيتضمن عدة عناصر، لكن المرة دي بيتضمن 3 عناصر، هما التصميم، التشغيل، الموقع. دول 3 عناصر الفرعية للصنع. رقم 4 التسليم، وده بعد ما انت عملت عملية التصنيع فانت هتقوم بتسليم المنتجات بتاعتك، عملية الامداد اللوجيستكس، وان انت انتجت فبتخزنها لغاية ما بتيجي تخرجها، او بتخرجها وبتحاول توصلها للمستهلك بتاعك في وقته او في مكانه، وبتحضر له الفواتير بتاعته وتسلمه البضاعة وتسلم فلوسك. هناك مرحلة يجب ان انا اخد بالي منها في عملية التسليم: الاستجابة السريعة للأوامر، تجهيز الدفعة بسرعة وتغليفها، التكويد للمواد اللي انت بتطلعها، ودقة الأوامر اللي بتصدرها. آخر حاجة هي المردودات، وده من الأمور المهمة جدا اللي قد تحدث بعض المشكلات. من الضروري جدا ان انا اخد بالي كويس جدا من المردودات بتاعتي، اخد بالي هل هي فيها معيب، هل فيها حاجات زايدة عن العملاء، حاجاتهم عن حاجة العملاء. لو في معيب دي مشكلة، لازم اراجع نفسي وراجع الامور اللي عندي والاختلافات، ووعيد للمستهلك بتاعي او للعميل بتاعي السلع السليمة، ودي مهمة جدا عشان ما تخسرش العميل بتاعك وتحافظ عليه. إدارة سلسلة التوريد زي ما احنا بنقول فيها بعض المشاكل، فاحنا عايزين نقدم لها بعض الحلول، وهناك 9 حلول. 9 حلول بترتبط باستراتيجية سلسلة التوريد وإدارة دورة حياة المنتج وحلول التخطيط المتقدم والتوريد والشراء وتدبير الاحتياجات الاستراتيجية، عمليات سلسلة التوريد، نظم الإمداد، التعامل مع الشركاء التجاريين، شبكة الأعمال التجارية، والتجارة الإلكترونية. نبدأ بسرعة للاستراتيجية سلسلة التوريد اللي بتمكن المنظمة من تحقيق التوافق بين الاستراتيجية الأعمال والسلسلة.
إدارة دورة حياة المنتج رقم 2، إن أنت بتحاول إن أنت تدير دورة الحياة بتاعة المنتج نفسها بحيث إن هو ما يخشش على نهاية الدورة وخروج من السوق. حلول التخطيط المتقدم، إن أنت تعتمد على عمليات التخطيط الفعال للمخزون وتحط جداول للإنتاج وتشوف أنت رجال البيع عايزين إيه والمستهلك هيوصل له إيه. التوريد والشراء والتدبير الاستراتيجي للاحتياجات بحيث ان هو يسمح ان انت تزود شركائك والموردين بتوعك بحيث ان انت يبقى ما عندكش توقف في اي لحظة في عملية الانتاج. عمليات سلسلة التوريد هي العمليات اللي انت بتعتمد على عملية الانتاج نفسها وكفاءة عملية الانتاج ويمكن الاعتماد على المورد بتاعي ولا لا. نظم الامداد اللي هي بتأتي بعد عملية الصنع، ثم التعامل مع الشركاء التجاريين وضرورة زيادة الثقة بينك وبينهم، وشبكة الأعمال التجارية في رقم 8، وتحقيق التكامل والتبادل بينهم وبين بعضهم كأفراد. في النهاية التجارة الإلكترونية ومفهوم التجارة الإلكترونية عموما ليه ارتباط دلوقتي بقى بسلسلة التوريد، وبتعمل من خلال الإدارة الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية. هناك تعريف مهم جدا هنا في الآخر هو بالنسبة للتجارة الإلكترونية، وبيقول ان التجارة الإلكترونية هي استخدام الحاسب الآلي ووسائل الاتصالات المتقدمة في التعاملات اليومية للمنظمة اللي ممكن ان هي تؤثر على العمليات اليومية ليها. في النهاية الجزء العاشر، محفظة العلاقات بين المنظمة والموردين. واحد، هناك عاملين لازم اخدهم في حسابي لما باجي اعمل محفظة العلاقات. محفظة العلاقات هنا زي ما احنا كنا سبق ان احنا قلنا اللي هي العلاقات بينك وبين الموارد وبين العملاء والاخره. هناك استثمارات بتبقى بتحدد للمشتري واستثمارات بتحدد للموارد او بتبقى ثابتة بالنسبة للموارد. الاستثمارات بتاعت المشتري او الاستثمارات بتاعت الموارد كلاهما يتضمن استثمارات ملموسة واستثمارات غير ملموسة. الملموسة للمشتري مباني وأدوات ومعدات، بالنسبة للغير ملموسة أفراد ووقت وتعليم وتدريب. الثابتة للمورد بتشمل ملموس وغير ملموس أيضا. الملموس زي المصنع والموقع بتاع التوزيع، أما الغير ملموس فهو تطوير نظم المعلومات اللي بيعمل بيها. ده التفاعل والتوائم، ده خلى عندي منظومة، خلى عندي خريطة، خلى عندي أنماط مختلفة من الاستثمار. الشكل ده اللي كان سبق ان احنا اتكلمنا فيه لفترة طويلة يا اخوانا. هنا بنتكلم على اذا كانت الاستثمارات المحددة للمورد بهذا الشكل، تاخذ الشكل الافقي، اما الاستثمارات المحددة للمشتري فبتاخذ الشكل الرأسي. قد ينفق احدهما مصاريف عالية او انفاقات عالية او منخفضة، وكمان المشتري قد ينفق انفاق عالي او منخفض. افضل حالات التعامل بينهم وبين بعضهم ان يكون هناك انفاق مرتفع من الناحيتين، يعني عالي من هنا وعالي من هنا، فبيبقى كل منهم للاخر او بالنسبة للاخر هو شريك استراتيجي. اما اسوأهم فهي هنا التبادل التسويقي اللي يكون منخفض من الناحيتين، الاستثمار منخفض من الناحيتين، فبيحصل نوع من التبادل التسويقي. كل واحد حر في ان هو يتعامل مع المورد اللي هو عايزه او التاني يتعامل مع العملاء اللي هو عايزهم، وده بيكلف كتير لان انت كل مرة بتبحث عن موردين او كل مرة بتبحث عن مين تهبئ لمين، بتعمل اعلان وبتعمل واو الاخره، برضو تكلفتها اعلى زي ما احنا قلنا. بالنسبة لرقم ثلاثة في الترتيب هي تقيد، ربما يكون تقييد المورد وتقييد المشتري نوعين. والله اللي بيقدم استثمار منخفض هو اللي بيتقيد، بيبقى مربوط، والطرف الآخر حر في التصرف وفي السلوك. فمثلا إذا كان المورد قدم استثمارات منخفضة مع استثمارات عالية من المشتري، فهو المورد اللي بيبقى متقيد هو اللي بيبقى مربوط والمشتري حر، والعكس هنا تقيد المشتري هو اللي بيبقى المشتري هو اللي مربوط والمورد حر. بعد كده ده توضيح للي كنت بشرحه لحضراتكم دلوقتي على الرسم، وده شكل من اشكال الاتصال الالكتروني للبيانات في الانترنت. اشكركم على هذا الجزئية. انا كده انهيت استعراض الفصل او الجزء الاول بالكامل.
بما يتضمنه من 10 نقاط مختلفة، إلا إن أنا حبدأ في اللحظة دي دلوقتي في إن أنا أحل الأسئلة المرتبطة بهذا الفصل أو بهذا الجزء. خدوا بال حضراتكم، أنا لما جيت جهزتها واحدة واحدة وفصل فصل، كلها هتنزل في باكج واحد في فايل واحد، ولكن يا أخوانا أنا تعمدت إن هي هنستطلع مع بعض كده إن هي تكون ملونة، يعني ده الأسود ده اللي هو الفصل الأول أو الجزء الأول، وبعد نهاية الجزء الأسود ده دخلت بلون أحمر أهو للجزء الثاني أو للباب الثاني، بعده انتقلت على الفصل الرابع، احنا ما عندناش ثالث لأن الثالث احنا خدناه مع الأول، الرابع أهو باللون الأزرق الفاتح، ثم الخامس باللون الأخضر، ثم السابع باللون الأزرق، وفي النهاية العاشر والحادي عشر دول لوحدهم منفصلين باعتبار ان احنا حطناهم في الميدترم الرابع او اسف في الواجب الرابع. نبدأ نشوف بقى مع حضراتكم واحدة واحدة الأسئلة دي وكيف يمكن التعامل معها او افكر فيها ازاي او ممكن احل مشكلتها ازاي او اخرج من مشكلتها ازاي. السؤال الاول بيقول: نقط هي تتابع من المنظمات والتي يتم تضمينها في الانتاج والتسليم للمنتج والخدمة، حيث يبدأ التتابع من الموردين الرئيسيين للمواد الخام ويمتد نطاقه في كل الطرق وحتى العميل النهائي. الإجابات الموجودة عندي 4 إجابات: ألف إدارة سلسلة التوريد، باء سلسلة التوريد، جيم سلسلة القيمة، دال سلسلة الطلب. والله خدوا بالكم ان ده التعريف اللي موجود في السلايدز عندنا الخاص بسلسلة التوريد، كل واحد من الاربعة دول ليه تعريف من التعريفات، ولكن خدوا بالكم ان ادارة سلسلة التوريد تختلف تماما عن سلسلة التوريد، والاختيار هنا لان جاتني اجابات بالشكل ده قبل كده، الف لاسف السؤال الاول، الاجابة باء. نيجي للسؤال الثاني بيقول: تشمل الوظائف والأنشطة، الوظائف والأنشطة خدوا بالكم تشمل ايه؟ المخازن، المصانع، مراكز التشغيل، مراكز التوزيع، مكاتب التجارة والتوكيلات. العبارة صحيحة ولا العبارة خاطئة؟ مش هجاوب دي، اقرا معايا رقم 3 لو سمحت. تشمل التسهيلات، التنبؤ، الشراء، إدارة المخزون، إدارة المعلومات، تأكيد الجودة، الجدولة، الإنتاج، التوزيع، التسليم، وأخيرا خدمة العميل. وبرضو بسألك بقول لك هل الإجابة صحيحة ولا الإجابة خاطئة أو العبارة خاطئة. اللي حصل في السؤالين رقم 2 و3 أو في العبارتين رقم 2 و3 أنا بدلت يا أخواننا وأخواتنا، هي المفروض تشمل الوظائف والأنشطة، انزل تحت في السؤال الثالث كمل التنبؤ، الشراء، إدارة المخزون وهكذا. أما لما تيجي تقول تشمل التسهيلات فتطلع فوق تقول تشمل التسهيلات المخازن، المصانع، مراكز التشغيل، مراكز التوزيع، مكاتب التجارة وهكذا. بمعنى أن العبارة رقم 2 خطأ يعني الاختيار باء، العبارة رقم 3 خطأ بمعنى أن الاختيار أيضا هو باء. وارد ان يحصل ده في الاختبار، او وارد لو انا جبت الاسئله دي هتبقى بالنسبه لكم معروفه، لو في اسئله هتبقى من اجزاء اخرى برضو وارد ان انا يحصل نوع من التبديل او التغيير فيها. نيجي للسؤال الرابع، السؤال الرابع بيقول: يبدا نقط مع بدايه سلسله وينتهي مع العمليات الداخلية بالمنظمة. هو بيبدأ مع بداية السلسلة وبينتهي مع العمليات الداخلية بالمنظمة، مش بعد العمليات الداخلية أو مش مع المنتج أو مع بنهاية السلسلة عند العميل، يبدأ من بداية السلسلة وينتهي مع العمليات الداخلية. هل ده عنصر التوزيع؟ هل هو عنصر التوريد؟ هل هو عنصر الطلب؟ ولا كله؟ طبعا كله لأ،
لان التلات انواع التلات اجابات الف وباء وجيم التلاته مختلفين عن بعض، فيستحيل ان انا اختار ده لكل ما سبق. هو مين اللي بيبدا من البدايه من عند المورد من بدايه السلسله الى العمليات الداخليه قبل ما اقوم بعمليه الانتاج؟ لا ينفع توزيع لان التوزيع بعد ما بيتم الانتاج، ولا ينفع طلب لان عمليه الطلب اللي هي بتاعه المبيعات. ففي الحاله دي ان الاختيار الصحيح هو عنصر التوريد. رقم خمسه، يبدا نقط في السلسله من النقطة التي يتم فيها تسليم مخرجات المنظمة للعميل الحالي. من ساعة ما بسلم مخرجات المنظمة للعميل الحالي وتنتهي مع العميل النهائي في السلسلة. خد بالك، الله، انت بتقول في عميل وعميل، عميل حالي وفي عميل نهائي. العميل النهائي هو المستهلك بس. طب والعميل الحالي؟ العميل الحالي حسب ما بيتم التسليم. والله انا عندي مورد ورا منه ورد تاني ورا منه مثلا منظمة انتاج، ثم بعد كده عمليات التوزيع، تاجر جملة، تاجر تجزئة، كل واحد بيسلم للتاني. اللي بيستلم ده هو عميل اللي قبل منه، فكده بنقول او عشان كده بنقول العميل الحالي. انما العميل النهائي هو واحد فقط لا غير، هو المستهلك النهائي. يبدأ نقط في السلسلة من النقطة التي يتم فيها تسليم مخرجات المنظمة، مخرجات المنظمة للعميل الحالي. ممكن العميل الحالي لما مخرجات المنظمة يعني يا اخوانا ايه؟ المنتج التام. للعميل الحالي مين؟ ممكن وكالة، ممكن جملة، ممكن تجزئة، بس ما هوش العميل ايه؟ النهائي. من العميل الحالي وتنتهي عند العميل النهائي في نهاية السلسلة. هل ده توزيع ولا توريد ولا طلب؟ اولا التوريد خلاص احنا خلصنا منها في نمرة 4، يتفضل عندي التوزيع وعنصر الطلب. وطبعا ده بيرتبط بالطلب. ليه؟ لانه بيوصل لغاية عند المنتج، عند العميل النهائي. خلينا في رقم 6، هي حلقة تبدأ وتنتهي من مع العميل. اوعى تنسى دي ابدا. الحلقة اللي بتبدأ وبتنتهي عند العميل دائما يا أخي ويا أختي دايما هي إدارة سلسلة التوريد. يبقى الإجابة بتاعت رقم 6 هي ألف. لاهي سلسلة التوريد، ولاهي سلسلة القيمة، ولاهي سلسلة الطلب، هي إدارة سلسلة التوريد. في رقم 7، إدارة سلسلة التوريد تمثل مزيجا من العلم والفن الذي يستلزم، على فكرة ده كان لسه حالا في الإسلام ده كنا بنقوله مع بعض. إدارة سلسلة التوريد تمثل مزيجا من العلم والفن الذي يستلزم نقط والمستوى المرتفع لالتزام الشركة تجاه الشؤون البيئية، وكذلك مساندة الإدارة العليا لسلسلة التوريد المبدئية. أدلك كل الثلاث فوائد دي. بقى هل هي العمليات الفعالة ولا تكامل العمل عبر الإدارات الوظيفية ولا القوة ولا لا شيء مما سبق؟ خدوا بالكم هم ثلاثة يا اخوان، عمليات فعالة وتكامل العمل والقوة. يستلزم القوة، وده الإجابة هنا جيم. يبقى رقم 7 إجابتي بيها جيم. رقم 8 هي وجود التكامل الأوتوماتيكي للطلب من العملاء إلى الموردين عبر تقدير نظام تخطيط موارد المنشأ. في رقم 8، هل دي إدارة سلسلة التوريد؟ والله دي التعريف الثاني لإدارة سلسلة التوريد. هي وجود تكامل أوتوماتيكي للطلب من العملاء إلى الموردين. وليست باء ولا جيم ولا تل. رقم 9، بيقول لي ان سلسلة التوريد المثالية يمكن ان تؤكد بصورة ايجابية على 4 عناصر تقود الى القيمة السوقية، هي نمو المبيعات ونقط ونقط والى اخره. انا المفروض ان انا دلوقتي في تمرين 9 ل 10، سؤال 9 بيتهيألي.
تسمح الأمثلية بتحسين إدارة سلسلة التوريد بالشركة في عدة مجالات متنوعة. هي تخفيض تكلفة التوريد، وهل هي تحسين الربح الحادي الموارد، ولا زيادة كفاءة التوزيع، ولا عائد أفضل على الأصول، ولا لا شيء مما سبق؟ خد بال حضرتك إن ألف وباء وجيم، أنت بالشبه كده تقول دول موجودين عندي في السلايد تحت العنوان ده بالشبه، ولكن تحسين الربح الحادي للمورد دي فيها لعبة، شال لفظ وتحط لفظ. باء زيادة كفاءة التوزيع، برضو زيادة كفاءة التوزيع دي تحط فيها كلمة بديلة أو عنصر بديل. فاضل جيم ودال، لا شيء مما سبق، أكيد لا، ولكن هي الإجابة جيم، عائد أفضل على الأصول. بعد كده رقم 10، سلسلة التوريد المثالية يمكن أن تؤكد بصورة إيجابية على 4 عناصر تقود إلى القيمة السوقية، هي نمو المبيعات. وأربعة عناصر، أربعة عناصر، وجيت قلت لك ألف كذا وب كذا وجيم دال، وجيت عند دال قلت لك لا شيء مما سبق. معنى كده أن أنا لما بقول لك 4 عناصر ليس معناها أن أنا لازم أرص الأربع عناصر، مش شرط. 4 عناصر تقود إلى القيمة السوقية هي، أو العنصر منهم نمو المبيعات. مين تاني بقى يا أخوانا؟ هل هو تخفيض المخزون؟ لا، ملعوب فيه، في حتة اتغيرت. هل استخدام الكفء للموارد البشرية؟ مش بتاعتها. طيب هل إنجاز التوريد بصورة متميزة؟ برضو مش تبعها، مش بهذا الشكل. الله، التلاتة لا. يبقى في ايه؟ الاختيار ده اللي هو لا شيء مما سبق بالنسبة لرقم 10. خدوا بالكم، رقم 10 لا شيء مما سبق. نيجي الرقم 11، السؤال بيقول هناك عدة قضايا تدفع المنظمات الى ضرورة تبني منهج ادارة سلاسل التوريد، وهي القضايا اللي قلت دي مشاكل بتخلي اي شركة بتحاول انها تتبنى منهج ادارة سلسلة التوريد. الحاجة الى تحسين المنتجات فيها شك، لان في حتة اتشالت واتحطت. انا عايزكم تراجعوا الكلام ده. ب، الحاجة لرفع مستويات الشراء الداخلي برضو فيها حاجة اتشالت واتحطت. ج، الحاجة لتخفيض تكاليف الشراء برضو فيها تقسيم، فيها حتة برضو مش شالك. فاضل بقى دال، خلاص، هي زيادة أهمية التجارة الإلكترونية، فعلا من ضمن القضايا اللي بتخلي الناس تعتمد أو تسعى إلى تنفيذ أو تبني منهج إدارة سلسلة التوريد، هي زيادة أهمية التجارة الإلكترونية. أعتقد العنصر ده كان رقم 4 تقريبا أو رقم 5. يبقى رقم 11 إجابتنا دال، هي زيادة أهمية التجارة الإلكترونية. نستكمل مع بعض بقية العناصر المختلفة. أعيد أكد تاني، أنا حرفع الأسئلة دي يا أخوانا، وحرفع الإجابات، حرفع الأسئلة وحرفع الإجابات. رقم 12 من المبادئ الستة لإدارة سلسلة التوريد، خدوا بالكم من بدايتها كده أنا رحت خبط خبط غلط. من المبادئ الستة لإدارة سلسلة التوريد، تقسيم العملاء إلى مجموعات، تقسيم العملاء إلى مجموعات متميزة اعتمادا على حاجتهم للخدمة وتطويع سلسلة التوريد لخدمة هذه الشرائح المربحة. من أول تقسيم العملاء لغاية الشرائح المربحة ده صح. تقول لي يبقى أنا هختار ألف، لا آسف، خد بالك من أول الخبطة، من المبادئ الستة وليست من المبادئ السبعة، بمعنى ان هنا تشال كلمة السبعة وتحط الستة، والخطأ هنا انهم ليسوا ستة مبادئ ولكن هم 7 مبادئ، فالاجابة ليست الف ولكن هي الاجابة باء، العبارة غير صحيحة. رقم 13، مدخل الاعمال الالكترونية يساعد الشركات على تحقيق عوائد كبيرة من خلال التحسينات في الكفاءة، والتي تنتج من الاستخدام الأفضل للأصول والوصول بصورة أصنع إلى السوق. وهل هي ألف
التخفيض في الوقت الكلي لإنجاز الأمر، والله أنا حاسس بيها شوية، هل هي زيادة الاستجابة للطلب؟ هل معدل عائد مرتفع على الإنتاج؟ هل زيادة ثروة الشركاء؟ آسف، الإجابة ألف. باء وجيم ودال فيهم تغيير، حصل فيهم تغيير في العبارات. أما ألف فالتخفيض في الوقت الكلي لإنجاز الأمر هو الشكل الصحيح أو هي الإجابة الصحيحة، ألف لنمرة 13. رقم 14، يرتبط التخطيط الفعال للاحتياجات منها بالإنجاز السريع للطلب، حيث يسمح بوضع عملية التصنيع في قلب أداء سلسلة التوريد. يرتبط التخطيط الفعال للاحتياجات منها بالإنجاز السريع، مين اللي محتاج إنجاز سريع؟ هل برنامج تخطيط الاحتياجات من التوزيع هو اللي بيعمل كده؟ طب به اللي هو برنامج تخطيط موارد المنشأة؟ لا برضو. فضل جيم برنامج تخطيط الاحتياجات من المواد، هو ده. اشمعنى انت قلت فضل جيم وما قلتش لسه في ده؟ ما هم البرامج التلاتة، بصهم على رقم 14 و15 و16، دور كل برنامج من البرامج التلاتة اللي عندي هي برامج تخطيط الاحتياجات وبرامج تخطيط الاحتياجات من التوزيع وبرامج تخطيط الاحتياجات من المواد وبرامج تخطيط الاحتياجات من مواد المنشأة. الإجابات في 14 وفي 15 وفي 16 هي نفس الإجابات. الإجابات في 14 وفي 15 وفي 16 هي نفس الإجابات. طيب وبعدين اختار ازاي؟ التعريفات يا اخوانا، في رقم 14 يرتبط التخطيط الفعال للاحتياجات منها بالانجاز السريع للطلب، ده مرتبط ببرنامج تخطيط الاحتياجات من المواد. طب وفي 15 يساعد هذا البرنامج المنظمات في تعظيم العوائد المحققة. العوائد محققة على مين يا اخوانا؟ على مواردها اكيد، يبقى ده برنامج تخطيط الموارد بتاعت المنشأة. بقى انا ما فهمتش الجزء الاولاني ده، افهم من اللي جاي. بيقول لك عن طريق تعظيم استخدام تلك المنظمات للموارد. تقول لي ما كلها احتياجات؟ لا خد بالك، هي رقم باء بس هي اللي فيها موارد، برنامج تخطيط موارد المنشأة. خلاص يبقى فاضل بقى ان انا اخد الف في 16. ما احنا قلنا خدنا جيم في 14، خدنا باء في 15، وناخد ألف في 16 اللي هي يقسم هذا النظام المخزون إلى مجموعات مختلفة من المخازن، وتستخدمه الإدارة لتخطيط وتنسيق النقل والتخزين والعمالة والمعدات والتدفقات المالية. ده الإجابة فيه هي في 16 ألف، وده الإجابة الصحيحة. يبقى 14 15 16 هي جيم باء ألف، يعني أنا رتبتها لكم بالعكس أو بشكل مقلوب. نيجي بقى لرقم 17 والعبارة صحيحة أو خاطئة. مصطلح الإدارة في إدارة سلسلة التوريد، لسه كنا بنقوله من شوية، يتعلق بوجهة النظر المبسطة لأبعادها التنظيمية. مصطلح الإدارة في إدارة سلسلة التوريد يتعلق بوجهة النظر المبسطة. حتة المبسطة دي مش عجباني، رجعوها لو سمحتوا. البساطة دي اللي شالت يا اخوانا، اتحطت مكان البديل اللي هنا. وجهة النظر ايه؟ هي مبسطة ولا ادارية ولا ايه؟ راجعوا ده يا اخوانا. الاجابة هنا طبعا العبارة غير صحيحة، العبارة كده فيها جزء اتشال وتغير، ولذلك فالعبارة غير صحيحة، ولكن العبارة الاصلية كان فيها الادارية. العبارة رقم 18، تتحقق الفوائد الأولية لإدارة سلسلة التوريد لكل من العملاء والموردين فيما يلي. فوائد أولية، وخدوا بالكم احنا كنا اتكلمنا في ان الفوائد عندي الفوائد وفي الفوائد الأولية. ف
الفوائد الأولانية بدأنا بها بسلايد ثم السلايد اللي بعديه الفوائد ثم السلايد اللي بعديه الأهمية. الثلاث السلايدات دول اللي قلت لكم لو سمعتوا خدوا بالكم منهم لأنه ممكن يحصل عندك خلط فيهم. تتحقق الفوائد الأولية لإدارة سلسلة التوريد لكل من العملاء والموردين فيما يلي: العملاء والتكلفة ونقط والقيمة السوقية. والله ده صح مش غلط. التكلفة الرأسمالية صح، اه ده وارد ان هو يبقى ايه كل ما سبق. والوفرات الرأسمالية والله التلاتة صح، ألف وباء وجيم صحيحة. في الحالة دي اعمل ايه؟ اختار دال. تقول لي طب ما انا لو اخترت القيمة السوقية، ما هي القيمة السوقية موجودة منهم، بس كده معنى كده ان انت ما اخترتش كل ما سبق والإجابة الصحيحة كل ما سبق. معنى كده ان انت ما اخترتش التكلفة الرأسمالية والتكلفة الرأسمالية من بينهم، ما اخترتش الوفرات الرأسمالية والوفرات الرأسمالية من بينهم. خد بالك في اختيار الإجابة كويس. 19، يجب أن تركز استراتيجيات إدارة سلسلة التوريد على علاقات الأعمال والتي تتصف بما يلي. علاقات الأعمال بتتصف بإيه؟ الأجل الطويل، آه ده نمرة واحد فيهم، والتعاون. ثلاثة بقى كانت مين؟ أن النظام مغلق، والله كان في نمرة ثلاثة أن النظام مفتوح. ب، البحث عن نهاية لعلاقات المعاداة مع الموردين، هي دي لأن دي كانت موجودة. نشوف الباقي، كل ما سبق ما ينفعش كل ما سبق. لما يكون عندك ألف خطأ وباء أنت شاكك شوية أنها صح يبقى مستحيل تاخد كل ما سبق. لا شيء مما سبق مستحيل تختارها، لأن أنت خلاص بتقول أن باء هي اللي فيها الصح أو المفروض أن هي اللي بتكون صحيحة. العبارة رقم 20، يلزم توفر بعض الشروط التفصيلية حتى تعمل إدارة سلسلة التوريد بكفاءة وفاعلية. إيه هي الشروط ديات؟ الشروط دي قلت منها ولاء العميل. عشان إدارة سلسلة التوريد تعمل بكفاءة لازم يكون في ولاء عميل، العميل ملوش دعوة. آه طيب ماشي، نشوف حاجة من ب ولا ج. المخزون، آه مرونة الطلب، لا ما جبناش مرونة الطلب. مرونة الطلب ده موضوع اقتصادي ملناش دعوة بيه، لأن لما كنا بنتكلم على المرونة كانت مرونة السلسلة نفسها فليست مرونة الطلب، يعني مش جيم برضو. يبقى باء. طب ما أنا ممكن أخد لا شيء مما سبق لو باء غلط، آه ده صح، لو باء مش موجودة ولو باء مش صحيحة تختار لا شيء مما سبق اللي هي ده، ولكن الإجابة الصحيحة هي باء المخزون. العبارة 21 بتقول سلاسل التوريد لديها مخزون من الخامات والمنتجات تحت التشغيل والمنتجات التامة، ومما لا شك فيه أن المخزون هو تعطيل لرأس المال، ده صحيح، ويفضل تجنب ما يعرف بالمخزون الراكد. والله هو تعطيل لرأس المال، آه بس في حاجة يعني أنا شاكك فيها شوية. نعيد تاني، سلاسل التوريد لديها مخزون من الخامات والمنتجات تحت التشغيل والمنتجات التامة، ماشي، ومما لا شك فيه أن المخزون هو تعطيل لرأس المال ويفضل تجنب ما يعرف بالمخزون الراكد. آه اللعبة بانت اهي. فهنا على هذا الأساس تعتبر العبارة خاطئة، العبارة غير صحيحة، الإجابة باء. يبقى 21 الإجابة باء. في العبارة 22، تتمثل عناصر إدارة سلسلة التوريد في 5 عناصر رئيسية، ده صحيح، هم 5 عناصر رئيسية فعلا، ويتبعها بعض العناصر الفرعية المكملة لها والتي تحدد كيفية العمل في سلسلة التوريد بالتفصيل، وهي الخطة والمصدر. الخطة كانت من بينهم، ودي نمرة واحد، واثنين المصدر، ثلاثة مين؟ المصنع الصنع صح، أربعة كانت التسليم، آه التسليم موجودة صح، وخمسة المردودات، آه صح كانت موجودة. يبقى كل ما سبق يبقى أنا أختار دال. يبقى أنا عندي الثلاث إجابات الأولى صحيحة، كل واحدة فيهم الوحيدة صحيحة، بس ما أقدرش أختار واحدة منهم طالما أن هناك تعدد للصح، فعلى هذا الأساس بختار دال اللي هي كل ما سبق. نيجي بقى نشوف بقية العناصر اللي موجودة معانا في السؤال
من 23 ل 30، لان انا حاطط 30 سؤال في الجزء الاول فقط. 23 بيقول لي المصدر، ده المصدر ده اللي احنا بنجيب منه او اللي هو المورد يا اخوانا، هو عملية اختيار موردين، ده صح، اللازمين لتوصيل المنتجات والخدمات اللازمة لخلق المنتج وتقديم الخدمة، وتشمل بعض العناصر الفرعية مثل المخزون، التفاوض، كل ما سبق لا شيء مما سبق. بص على ألف وباء، المخزون والتفاوض، لو الاثنين صح خد كل ما سبق، لو الاثنين غلط خد لا شيء مما سبق، إنما لو واحدة فيهم هي اللي تختارها. الإجابة هنا ألف وهي المخزون. رقم 24، تعتبر هذه الخطوة أكثر الأجزاء كثافة وثقل في سلسلة التوريد، حيث يتم قياس مستويات جودة المخرجات وقياس إنتاجية الموارد البشرية. دي ايه؟ التصميم، التشغيل، الموقع، الصنع. لا، تصميم اكثر الاجزاء كثافة وثقل في سلسلة التوريد، مش التصميم، الصنع نفسه، وليست التشغيل ولا الموقع، والإجابة دال هي الصنع. في 25 بيقول إن نظم الإمداد تتطلب عدة عناصر حتى تكون فعالة، وهي التكويد ونقط. الإجابات: تجهيز الدفعة من حيث التغليف والعلامة التجارية، باء الاستجابة السريعة للأوامر المالية، جيم اكتمال ودقة الأوامر. والله أنا شايف أن كل واحدة في ألف وباء وجيم صحيحة، معنى أن هي كل واحدة في ألف وباء صحيحة، ألف وباء وجيم صحيحة، أكيد بختار دال كل ما سبق، يبقى 25 إجابتها دال. 26 و27 28 29، واحدة من الأربعة دول. نخلص الأول من 26 وبعدين نوصل ليه الأشكال بتاعة 27 إلى 30. في 26 يمكن تعريف التسويق الالكتروني، ادي تعريفي في التسويق الالكتروني، قلت لحضراتكم خدوا بالكم منه كويس. يمكن تعريف التسويق الالكتروني بانه استخدام الحاسب الالي ووسائل الاتصالات المتقدمه في التعاملات اليوميه المنظمه، والتي يمكن ان تؤثر على العمليات اليوميه لها. الاجابه الف ولا باء؟ التي يمكن ان تؤثر على العمليات. ايه بقى؟ رجعوها كده هتلاقي ان احنا شلنا وحطينا او غيرنا في العباره، فعلى حضرتك تاخد بالك من جزئيه دي، بمعنى ان العباره غير صحيحه، ان الاجابه او الاختيار هي باء. الاسئله من 21 ل 30 دي جات لكم في الميد، الاسئله من 1 ل 20، من ال 1 لل 20 ما جات لكمش في الميد. 27 و 28 و 29، احنا 27 تشمل ده، 28 تشمل ده، 29 تشمل هذا، وده 30 الجزء ده. ببساطة يا اخوانا علشان ما ننساش او ما نتوهش نفسنا او نزيد على نفسنا، هو انا كررت الكلام ده اربع مرات مع تعديل الارقام 27 و 28 و 29 و30، وبسألك والله هو الرقم 27 بيقول ايه، او الرقم 28 بيقول ايه، 29 بيقول ايه، 30 بيقول ايه. طبعا احنا بالنسبة لنا في 27 هو شريك استراتيجي، في 28 هو تقيد للمورد، في 29 هو تقيد للمشتري، أما في 30 فهو تبادل تسويقي. آدي العبارات بتاعتي من 1 لغاية 30، أو الأسئلة بتاعتي من 1 لغاية 30 مع إجابتهم. هذه الأسئلة سوف يتم رفعها بنهاية محاضرات المراجعة، سوف يتم رفعها بنهاية محاضرات المراجعة، ويتم رفعها ورفع إجابتها الصحيحة، لأن وصلني إجابات من زميلة لكم، أنتوا عارفينها كلكم، فكان مطلوب أن أنا راجعها. أنا قلت وأنا وعدتها ووعدتكم
ووعدت زميلكم اللي لجان المكتب ان هو انا هرفع كل الأسئلة وإجاباتها، بس برجع بقوله فكركم يا اخوانا، ليس معنى ان انا ارفع لك 100 ولا 120 سؤال بإجاباتهم ان انا هجيبهم او الامتحان يكون بالكامل منهم. اسف، هيبقى في نسبة منهم ونسبة كويسة فعلا منهم في الامتحان، انت تعلموا كيف يكون اختباراتي وكيف اضع الاختبارات، ولكن ليس بالكامل 70 سؤال منهم، لا، هيبقى في نسبة معقولة جدا منهم ان شاء الله. بتنتهي اول محاضرات المراجعة اليوم، وبيتبقى لنا ان شاء الله 3 محاضرات مراجعة نستكمل فيها الثاني والرابع والخامس والسابع والحادي عشر او العاشر والحادي عشر، دول هياخدوا مننا 3 محاضرات القادمين ان شاء الله. اتمنى ان تكون الامور واضحة بالنسبة لحضراتكم، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.